هذا الميساج نصيفطو ديريكتومون للسيد كونسيرني. دابا سيدي انت كدير الندوه ديالك وكيتفرجوا فيك شابات وشبان اختاروا انهم يتصنتوا لك ويتبعوا الاسس الدينيه، غير هو حنا كنكونوا طروكي حتى كنبداو نتلقاو ميساجات في الكومونتيرات او ميساج بريفي بالسبان باقصى وابشع الالفاظ، وكنعرفوهم جايين من عندك حيت كيكتبوا التحيه للشيخ فلان فلاني، وكيزيدوا آية قرآنية فيها الكافرون ولا شي حاجة بحال هكا. دوك عرفنا الميساج منين جاي. السيدي راه ما يمكنش أولا خاصك تبدا معاهم بعد واحد ربع سنين ولا 10 سنين ديال الترابي اللي ما رباهمش والديهم، ديك الساعة شوف على فوق دوك الترابي اللي هما كيتمشاو على العالم، الترابي الأسس العادية عاد كنركبوا عليهم الأسس الدينية، حيت ما يمكنش هادي بلا هادي، هادي بلا هادي كتعطينا واحد شاب أو شابة مغربية عندها تركيبة غريبة في مخها وممكن تكون خطيرة على المجتمع. وسير الله يعفو عليك وسير يترك لي يحسن لك. خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي ارتفعت بشكل ملموس وواضح نسبة العنف ضد الأشخاص عموما وضد النساء والفتيات خصوصا في الابتزاز والتشهير وكذلك انتهاك للمعطيات الشخصية. جواب السيد الوزير المحترم. أن مشروع قانون جنائي. خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي ارتفعت بشكل ملموس وواضح نسبة العنف ضد الأشخاص عموما وضد النساء والفتيات خصوصا في الابتزاز والتشهير وكذلك انتهاك للمعطيات الشخصية. جواب السيد الوزير المحترم. أن مشروع قانون جنائي لنا في هذه الأمور هذه. ودابا مستقبلا أنا تسولت علاش ما علاش القضاء ما كاينش شي أحكام، لقينا بأن الناس ما تقدموش بشكايات. الناس ما تقدموش بشكايات. المرأة تخدم شكاية إلا وقع لها. القانون الجنائي درنا العقاب على نسب الحياة الخاصة للنساء أو نشر صورهم أو التركيبات الصوتية، كذلك التحرش الجنسي الرقمي كذلك عاقبنا عليه، استغلال بعض الصور كذلك عاقبنا عليه، التقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات كانت صحيحة أو كاذبة على شخص بدون موافقته عاقبنا عليه. في الحقيقة كل ما يمس الحياة الخاصة للناس تحترم، وأنا أعتقد سنشددوا في هذا الموضوع. ودابا الآن هذه الفوضى اللي كنشوفوها في المجال الرقمي راه كتمس الاحترام الواجب، غير اللي جا كيكتب اللي بغى واللي جا كيتهم اللي بغى، حتى سمعنا الصور وسمعنا كذا وهذا كله كلام فارغ ما عندوش حاجة صحة. غير بغيت نقول لكم هذيك السيبة نسيت مرة جلسات السيبة ديال الرقمية والفوضى اللي كاينة الوزير راه انتهى زمانها. ودابا حنا ما نتنمروش دابا ولا شنو؟ ما نتنمروش حنا دابا. أكد لنا مصدر هذا الصباح من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن قرار توقيف طال 500 شخص من الأطر التعليمية ممن لم يلتحقوا بفصول الدراسة في خطوة تصنفها الوزارة بأنها تأتي صونا لحقوق التلاميذ في مواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة. السبع راه كاين في هذه المنطقة هذه وراه لقاوه بزاف الناس يعني اللي شافوه وشافوا الأثر ديالو، وكما قال لكم الأخ راه لقاوه الحلو في موكول هنايا وكاين الأثر ديالو، وكاين سميتو يعني الدراري اللي كيسرحوا هنا في الغابه واللي سميتو تاكدوا باللي راه كاين السبع في هذه المنطقه هذه وفي الغابه هذه، لان الغابه راه غابه شاسعه وراه غابه كبيره راه ماشي محدوده، راه من هنا حتى الوالماس كامله غابه، يعني كاين واحد المساحه اللي هي كبيره، وراه الناس تاكدوا باللي راه السبع كاين في هذه المنطقه هذه، يعني راه ماشي كذوب راه شي واحد ماشي جوج شنو القبيله كلها تهضر وكتقول فم واحد باللي راه كاين سبع، يعني راه كما شفتوا القبيله كامله راه تاكدوا، راه ما يمكنش ننفيو هذا الخبر هذا بدون يعني بدون ادله. هذه والله تتبان لي هضره خاوي، هذيك اللي كتقول لك سافت السبع وجا على السبع الا شافها قدامه غادي يخليها، والله ما يخليها بالله. خديتيها من جوطيه ديال الدار البيضاء؟ وي لا فوزيه. نعم لاله. شنو قلتي؟ شحال؟ قلت 1200 درهم. ملي كتعاود تقول 2000. تبارك الله. عجبتك؟ مزيانه ما كنتش كنتصور الثمنات. انت واقيلا شاريه بشي 25 درهم. لا لا كش شويه. بيني وبينك شحال؟ شي 100 درهم. على 150. لا دابا ما مسلكاش دابا. طمعت. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. شنو جبتي لنا؟ جبت لكم هاد اللومب هادي كما كتشوفوا. انا غنعطي 1000 درهم. نقدر نعرف شحال عطاتك الخبيره؟ بديتي نكملوا. نكملوا. انا غادي 1500 درهم. اي هاي 2000 درهم غادي فيها 2500 درهم. 3000 اش نقول؟ شوف ما تقول تنزيد واحد 500 درهم عاد فكر مزيان تقدر 4000 درهم. جيت معايا اخر ثمن وحده اللي باغا تبيعها انا. لا زيد زيد شويه زيد دابا 5500 درهم. 5700 شحال؟ 5700 زيدي داك 300 وخذيها 6000 صح وراها اخر ثمن. شكرا شكرا. قطات الخبيره عارفين شحال؟ شحال عطاك؟ 1200 1200 ولكن هو بعدا بشحال شراها؟ شحال شراها؟ صندوق.
والله العظيم لا دخول ناضي كان على شويه غادي يوصل عليهم 10000 درهم 10100 درهم بيعها لهم 6000 درهم قال لك الله يجعل الخفله ما بين البيع والشراء انا معلم هذا كاملين غنفرحوكم ان شاء الله قبل ما يسالي 2024 ولكن اول فرحه غادي تكون هي انه محسن الخير تكفل بشقه لعز الدين الله يكمل عليكم بالخير يا ربي ديرك الطبق هذا مالو هذا مشيت يقلب توا على السبع هذا بصراحة هو اللي غادي يعطينا الخبر واش كاين السبع ليت بصح ولا ما كاينش نكر صغير نكر نكرة الله يحسن العوان أخويا أوان نكر ساكن لك يضربوا تماما الله يحسن العوان أخويا وراه هادي هي المرأة المغربية الحرة هي هادي مرا ما عطاتني وما كتعطينيش وما مرا ما غتعطيني صاحبتي انه كنهضروا انه ان اون غولاسيون انه غتكون انه غيكون شي صلح ابدا ابدا وبالبيت والمطلق ولو تنوض امي من القبر ولكن واش هذا دليل انني ما مسامحهاش الله يسامح ليا وعليهم كامل داك الجر كامل شتي انا داك الجر كامل الله يسامح ليا وعليهم بارك عليكم نتوما من الفتنه هذا الشيء عيب اللي كديروا طلبوا السلامه اقسم بالله طلبوا السلامه طلبوا السلامه اللي ما خرج من الدنيا ما خرج مع عقيبها اقسم بالله حتى واحد ما داز عليه قليل راه قال لك وقوع البلاء ولا انتظاره واش عرفتي شنو هي وقوع البلاء ولا انتظاره هي الا كنتي كتسالي انا بغيت شي قصيده وعرفت هاد القصيده بتزيد ليا من دابا 10 سنين باش ترد ليا ولادي ما كرهاش تجيني دابا وقوع البلاء ولا انتظاره اخيتي كونوا على بلاص دي جون حيت انا ما كان انا تحت ما كيعطيني حتى حاجه واللي كيقول يعطيني شي حاجه يخرج عليا دي بخوف انا مسامحه مع اي واحد من اللي سبوني وما خلاو فيا حتى حاجه من اللي دواو فيا من اللي كلشي انا مسامحه فيه من اللي شمتو فيا من اللي شهدوا فيا الزور من اللي جاوا واقفين بوجههم حمرين كيهزوا القسم الزور من اللي الله يسامح عليا وعليهم اكثر من هذا الشيء راه ما كاينش خرجوني الله يرحم لكم بها الوالدين والله يسهل عليكم مشاكلكم ما تبقاش تكتبوا لي ما تبقاش تصيفطوا لي الشماتين ما تبقاش تصيفطوا لي داكشي الشماتين انا لن اكون وما نطيحش معاكم في داكشي ديال الشمته لانه كيما بغيتش انايا انا بكاو لي والديا ما نبغيتش اختي يبكاو للناس والديهم